في تدمر بمحافظة حمص عثرت الجهات المختصة أثناء تمشيطها المناطق الواقعة شرق تدمر على معمل لتصنيع العبوات الناسفة ومعدات وسيارات مسروقة. في إطار مهامها الوطنية ومواصلتها في تنظيف الأرض السورية من رجس الإرهاب والإرهابيين، عثرت قواتنا المسلحة والجهات المختصة على معمل لتصنيع العبوات الناسفة أثناء قيامها بجولة تمشيط للمناطق الواقعة جنوب شرق تدمر في كل من أبيار السكري والبديع والمياه الساخنة. وقد عثر في داخل المعمل على أدوات لتصنيع العبوات ومئات من العبوات الناسفة مختلفة الأوزان والأحجام، منها ما هو مجهز للتفجير ومنها قيد التصنيع. كما وتضمن المعمل قطعا مسروقة من أنابيب النفط المعتدى عليها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، بالإضافة إلى معدات هندسية وسيارات مسروقة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى آليات ثقيلة مسروقة من الشركة العامة للرخام لاستخدامها لاحقا من قبل هذه المجموعات في الاعتداء على المواطنين والمنشآت الخاصة والعامة في المنطقة. هذا وتواصل قواتنا الباسلة مهامها في إعادة الأمن والأمان إلى ربوع تدمر حتى تطهير هذه المدينة العريقة وكامل الأراضي السورية. وفي قرية